الو تو الموند، مرحبا بكم في سوس كويزين. كنتمنى تكونوا لاباس عليكم وتكونوا بألف صحة وعافية. اليوم جيت بوغ اون نوفيل غوسيت ديال ماكاروني اند تشيز، او المكرونية بالفرماج بثلاث انواع ديال الفرماج. سي دي بات ا لامريكان، ماشي ا ليتاليان، دونك جو كخوا معروف هاد لي بات، سي تخي روكوني، مشهورين بزاف، و لي زاميريكان كياكلوهم بزاف، كياكلوهم كونجلي. دونك انا جي بريفيري انني نديرهم comme ça ناكل حتى انا نقدر ندوقهم باسكو سي لا بروميير فوا اللي غادي نديرهم. شو با ترو لي بات مي كنت بغيت نجربهم اي جي لي ريكوموند باسكو بنان بزاف. دونك فوالا جو ويلس افيك لا ريسيت، ما نطولش عليكم. اي افون ليسي موا لي كومونتير وديروا لايك وسبسكرايب بارطاجيو لا فيديو. الوغ بور لي زانغريديون ديال ماكاروني اند تشيز او المكرونيه بالفرماج، عندي هاد لي بات هاد النوع، اولا تقدروا تستعملوا غير المكرونيه، انا ما لقيتهاش دونك خديت هذا بلوز او موان قريب ليه. عندي الحليب، عندي الخبز مطحون كير مطحون، عندي فرماج ديال الشيدر، عندي فرماج موتزاريلا، وعندي هنايا الفرماج كريم انا درت فيلادلفيا، وعندي شويه ديال الموطارد، عندي هنا لو بارميزون والزبده والدقيق، معلقه كبيره ديال الدقيق ماشي بزاف. دونك دابا انايا دايره الماء يطيب باش ندير فيه لي بات، اي اون اتوندون غادي نصايبو لا صوص ديال ماكاروني اند تشيز. دابا غادي ندوزو لا بريباراسيون ديال لا كريم. دونك اول حاجه غنذوبو الزبده، هاو الماء كيطيب شكون كيبان ليكم، ما درت فيه لا زيت لا والو، ملي غيبدا ملي غيطيب الماء يبدا يغلي غادي نديرو فيه الملحه. سي امبورطون انكم ديروا الملحه ملي يبدا يغلي الماء ماشي في الاول، ومن بعد غادي نلوح لي المكرونه لي بات. دونك تنوز بالنسبة للشابلور غادي نستعملوها غير من الفوق. انا هنايا عندي جوج ديال لي تيب ديال لاشابلور، عندي وحدة عادية وحدة كانت بلو بان كومبلي، ما بقاش عندي بزاف وخلطتهم بجوج. ما الا كانت عندكم العادية تقدروا تشدوها وتحمروها شوية في شي مقلة تحمروها، وغادي تحطوها غير من الفوق كتعطي واحد لا تيكستور كرانشي شويه من الفوق. دابا غنزيد الزبده، ما كثرتش الزبده حيتاش خاصها ما تجيش ثقيله بزاف، ما بغيناش لاصا تجي ثقيله حيت باغ لا سويت ملي غنزيدو فيها الفرماج غادي تقال اكثر، دونك خاصها تجي ليجير. دونك الماء دابا بدا كيغلي، غادي نزيد فيه الملحه. وغادي نلوح غادي ندير ليه 9 ديال الدقائق ديال لاكويسون، وغنشوف باغ لا سويت واش طاب ولا لا. الا ما طابش ما كانش طايب مزيان، لامبورطون هو انه ما يجيش لي بات تري تكون مول، تكون دغيا تكون طابت بزاف، لا خاصها تبقى بلوز او موان شاده في راسها. دونك ها هي بدات غيكون الحليب سخون، دونك غادي نزيدو هاد فيلادلفيا اللي غيعطينا واحد واحد لا تيكستور كريموز. دونك نديرو شويه هنا، نتوما الا تقدروا تستغناو عليه مي فريمون كيعطي اون تيكستور زوينه. دونك غنبقى نزيد فرماج كومسا
زعما هادي. Ensuite غادي نزيد لا مطارد parmesan. On va mettre du cheddar. On va soulever ça. Dès qu'il atteint la couleur jaune, du cheddar. Et par enfin, on va mettre le mozzarella pour qu'il atteint la couleur. C'est déjà la crème. Comme ça. Je vais trouver la texture qui va jouer. Elle est vraiment crémeuse ou comme ça. Pas de mesca. Bon, on a regardé une crasse. Elle est à la fière. Je vais la crasse rouge. Le temps de rétablir les pâtes. Donc voilà, d'abord 9 minutes. Je suis un peu Donc il y a le sebon. Tabit. Alors, un artiste de l'amour. Je vais vous faire un peu. Alors, pour la sauce, je vais vous faire un peu de bizarre. Je suis un peu de melha, pas trop. Je vais vous faire un peu de تشرب مالحة بالفرماج دونك انا صفيت لي بات دابا غنديرهم في المول دونك فوالا هو المول دهنتو بالزبدة دابا غندير فيه لي بات ودابا غادي نلوح فيه لاصوص باقي ليا شوية ديال الفرماج غادي نزيدو Donc voilà, la crème fromage ou le cream cheese, خلطنا مع les pâtes qui viennent trop bon. Que tu vois la texture qui fait jeter là. غادي نزيدو هاد لو la chapelure باش يعطينا l'effet crunchy كيفما كنقولو. Voilà. Donc c'est bon, on va mettre le farlan pour 30 minutes plus ou moins. Je vais mettre le farlan et je vais mettre le maximum. Ou je vais mettre le farlan au cas où je vais mettre le farlan ou la taf. Donc voilà, je vais mettre le maximum 30 minutes. Ou je vais mettre le farlan et la taf. Je vais mettre le farlan comme quoi la taf 20 minutes. Après, كل واحد وفران وكل واحد فرانا واش كيطيب بدغيا واش كيطيب شويه دونك سا ديبون دو فو واخا هكاك نتوما غتكون كل واحد غيكون عارف فرانو كيفاش كيطيب ليه دونك غادي ديروا الوقت اللي غيناسبكم دونك فوالا دابا غندوز هاد الفران انطلقوا ابري فوالا لي زامي ها هو لو ماكان تشيز وجد دونك داز 30 مينوت بالضبط با موان دونك فوالا جيسبر تكون عجبتكم لا ريسيت دونك غنوريكم لا تيكستور كيفاش جات من الداخل جيسبر فريمون تكون عجباتكم سالور ترو ترو بون ميم ريحة زوينة بزاف دونك فوالا جو فو دي ا لا بروشين ميرسي بوكو